اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ نحن بهذا الفيديو حبينا نفرجي يعني بعض الانتقادات اللي قالوها بعض المطورين الكبار، وحتى اللي من صلب يعني كده الدائرة اللي كانت تشتغل في تطوير لغة سي بلس بلس. اوكي، بعض منهم شو قالوا على لغة سي بلس بلس، شو انتقاداتهم عليها، وشو رد ردود كمان مضادة على هالانتقادات هاي. طبعا احنا المصدر تبعنا هو من موقع الويكيبيديا، على صفحة الويكيبيديا بدور بس اكتب بالويكيبيديا يعني شعار سي بلس بلس، هيك بس حط حرف سي بلس بلس بموقع الويكيبيديا. اوكي، او اكتب بالجوجل سي بلس بلس هيستوري، يعني تاريخ سي بلس بلس. اوكي، تقرا بالمقال الأجنبية، تفتحوش بالمقال العربية لأنه هذا المصدر هو يعني بيجي من مصادر أجنبية. على كل، فكمان راح أقول لكم شو اللي جابني على يعني كيف أنا اخترت هذا الموضوع. كمان اللي صار معي إنه بتمنى على يعني كده إيه، فين عم نظم كلامي. المهم، ففي عندنا واحد من الشباب اللي تابعوني على القناة شو اسمه، قال لي حاب يتاكد كمان انه مين مالك سي بلس بلس، واستاذ صار يقول له انه سي بلس بلس مالكينها مايكروسوفت، عشان انه هن اللي عاملين الفيجوال ستوديو، هن اللي عليه بتعمل هذا. طب كود بلوكس وين راح؟ وكل هال وعلى شو اسمه وعلى النت بينز وخلافه. في ناس ما بعرف، خلص مايكروسوفت مايكروسوفت، بيعرفوا شو شيء ثاني غير مايكروسوفت. انا ماني ضد مايكروسوفت يا اخي، بس عم بنبهك انه الدنيا مش بس مايكروسوفت، هي في فيسبوك، في جوجل، في كتير شركات بتشتغل بالبرمجه مش بس مايكروسوفت يعني. اوكي، طيب واللي بتصدق بشيء هو اصلا هو مش فيهم، يعني لا حيشتغل عندهم ولا ح يطلع احسن منهم يعني اذا طال. المهم، طيب هلا بالتالي قعدت ادور، اعطيته الرابط تبع القناه المقاله هاي. تمام، طبعا هذا عنوانها عشان بدكم تعرفوا وين موجود. اوكي، وكمان شو بدنا نقول، راح ابلش اقرا لكم شوي هون. طبعا انت بتعرف انجليزي بتقدر تقرا لحالك، بس نحن عم نقول للي ما بيعرف انجليزي كمان شو اسمه يعني عم نترجم لهم شوي ونشوف الانتقادات هاي. وبتمنى كمان نقطة مهمة كتير، ها لازم اشرط هذا الشرط يعني تزعلوش مني. اللي بده ينتقد او يحكي اي تعليق في هذا الموضوع لازم يكون بيعرف برمجة، لازم يكون مارق على السي بلس بلس، ولازم كمان يكون مارق على ومخلص، يعني مش انه واحد حيالله، مش انه واحد بعد مبلش بعد مفقس شنو البيضة، يعني تزعلوش منه. لازم يحكي بالوقاحة شوي. اوكي، على اساس انت ما تجد على الفاضي. اوكي، كلمتك مسؤول عنها. تمام، طيب هلا هون عم بقول لك يعني بفقره الانتقادات، بقول لك على الرغم من الانتشار الواسع اوكي والتبني الواسع ل لغه سي بلس بلس، اوكي بعض المبرمجين المشهورين المعروفين انتقدوا لغه سي بلس بلس، ضمن لينوس تورفالز، بس عشان تصح صورتي، لينوس تورفالز. لينوس تورفالز احنا بنعرفه هو يعني المؤلف نواة لينكس، هو حاليا المهندس يعني قائد الفريق تبع التطوير تبع لينكس، معه كم واحد كمان بتشاركوا بالقيادة، بس هو الكلمة الأخيرة له حاليا. بس المهم هلا مش وقت نحكي عن لينكس، احنا هدفنا سي بلس بلس، بس المهم انه هو بينتقد عليه. حتى هو لما صمم نواة لينكس ما كتبها بالسي بلس بلس ابدا، يعني ما دخل شيء اسمه اوبجكت اورينتد بالاخر اذا بدكم. اوكي، اي شيء جاي من السي بلس بلس ما دخلش، فكتبها كل النواه كلياتها بالسي. ومره زمان الحكي حكى له ليش انت كتبت بالسي، انا ناسي شو السبب كما استعملت سي بلس بلس. تمام، عندنا ريتشارد ستورمان. ريتشارد ستورمان هو مؤسس يعني جنو، مجموعه جنو، ومن نص البرامج المستعمله في المجانيه الاساسيه تشغيل او يعني مثلا اوامر نقل الملفات واداره الملفات وخلافه، كله هدول مجموعه جنو اللي عاملينها، هو مدير الجمعيه جنو كلها بعض. تمام، طيب
في عنا هون، في عنا شخص تاني اسمه جوشوا جي بلوش. الزلمة اشتغل في جوجل، اشتغل في سان مايكرو سيستمز. هلا مش مهم مين تشتغل، بس بالاخر انه انت تشتغل الشركات الكبيره. هذول جماعه مؤثرين جدا كانوا بعالم الكمبيوتر ساينس، بعالم علوم الحاسوب. والزلمه هذا له كان بتصميم، او له ايد بجافا بالتصميم، او مش تصميم، خلينا نقول شغل التصميم زي ما كاتبين بصورته، انه له علاقه بتصميم، حاطين هنا تصميم وتنفيذ. خلينا نمشي مثل ما انا قايلين، بس انا بظن انه انا بديش اكبر الموضوع كثير، انه بين كان هو قصه كبيره. بس انا بالنسبه لي ولا تصغير من قيمته، بس عشان اعطي الواحد حقه، انه بالنسبه لي انا انه هو حط له ايد في لغه جافا، اوكي، وبنائها، اوكي. ودخل مثلا عندك هون احد المزايا اللي دخل فيها هو انه بناء هذه الكولكشن فريم ورك، اطار العمل تبعهم، التجميعات مثل مثلا تعمل لستة، تعمل ترتيب شجري، تعمل ترتيب مثلا مابس، يعني مثلا تقول مثلا هيدي مربوطه مع هاي، هاي القيمه مع هاي القيمه، هيك مثلا من هالقصص. هذا بس بيجيب الكولكشنز، اوكي، اللي هن الاشياء اللي احنا بندرسها بماده داتا ستراكشر الجوريثم مع تطوير على الموضوع، اوكي. هلا في عندك مثلا كمان كين ثومسون، كمان هو واحد من الناس اللي اشتغل في تصميم وتطوير نظام يونكس ايام السبعينات، اليونكس الاساسي للسبعينات، اوكي. وهو واحد من الناس اللي اخترع لغه بي اللي هي اساس لغه سي، اوكي. طيب هلا بيجي بعدين عندنا دونالد نوث، اوكي. دونالد نوث هون الكي ما بتنلفظ شباب، بس عشان كنتوا عارفين الكي ان مثل كلمه نو ما بتنلفظها. فبس هذا اسمه دونالد ايرفن نوث، اوكي. وهذا هون كاتبين عنه هي نوبل برايز، كان فورمالي كونسيدرد ذا نوبل برايز، يعني شكله يا قرب عليها النوبل برايز او جائزه نوبل، او يعني او كان ماخذها على كله. فالمهم هاي الناس كثير قويه، اوكي، وواصله. بقول لك اكثر يعني اكثر النقط اللي هي اكثر شيء او عاده بنتقدوها على السي بلس بلس هو التعقيد اللي جاي في اللغه. يعني انت المنظور نحو اللغه انه مليانه تعقيدات، وانت بتسمع دائما بقول لك سي بلس بلس صعبه، سي بلس بلس صعبه. يا اخي اهدى، انا من الناس بقول لك دائما رحت اتعلم سي بلس بلس. ليش؟ لما بدك تخلص من التعقيدات، وهي التعقيدات ما اجت على الفاضي، اوكي. واذا بسك سريعا، إذا بنطلع فوق بالمقال، اوكي، شوف هذه البولتس اللي هون، اوكي، قديش مشتغلين على قصة إنه تخلي هاي البولتات هون، البنود هون، اوكي. وهلا لسه جاي السنة كمان رح إن شاء الله ينزل معيار شو اسمه، يعني إصدار جديدة للمعايير تبعت سي بلس بلس، هو سي بلس بلس 20. يعني كنا عم نحكي بال 17 و 18، هلا عم نحكي بال، اوكي، هلا مطلع على السي بلس بلس 20 وهيها، شايفين كيف؟ بهاي المقالة. طيب، يعني لما بتكتب أنت بالكومبايلر ممكن تعطي إشارة للكومبايلر يتصرف كأنه يعني على يا على المعيار تبع 17 أو معيار 20 أو معيار 14، أنت شو بدك، شو داخل مزايا بتدخلهم. على كل، إنه لغة مش مزحة، أوكي؟ فإذا أنت مشان هيك احنا بقوة بنقول لك لازم تعرفها، اوكي. طيب هلا كمان مع انتقال اخر، انه يعني في مزايا عددها كبير، اوكي، من اللي هي بتكون طبيعتها مش يعني مش عمودية، اوكي، مش اورثوغونال بول، يعني هي مش ضروري هلا تكون موجودة، اوكي. اللي هي شو اسمه بتفرض على الواحد انه يصير ما يستعملش كل شيء، يعني بصير خلص بيستعمل سبسط جزء من السي بلس بلس، اوكي. وبالتالي، اوكي، بتكون هيك يعني بتصير بتضعف القدره على خلي الكود قابل للقراءة، سهل التعاطي معه، عرفت كيف؟ من كثر ما بنزل فيها، يعني مثل اللغة العربية عندنا صار فيها كثير كلمات، في كلمات أنت كمستمع فيها،
اوكي من ايام الجاهليه ما انك سامع فيهم، عرفت شو؟ وكل هاي الكلمات بدويه كثير، فممكن انت ما تسمعش فيها. فنفس الشيء عندك بالسي بلس بلس، في كثير كلمات اوكي حتلاقيها في الكود وما بتعرف شو معناها، تمام؟ مثلا عندك في كلمه انا، في مره مرت علي كلمه هي الاكسبلسيت، تمام؟ طب انا ما بعرف شو اكسبلسيت، معناه دارس سي بلس بلس، بس شو معنات انه اكسبلسيت يعني؟ اوكي شو اللي بدك تفضحه يعني؟ طلع شيء له علاقه بال الله، شيء له علاقه بالكونستراكتر، وانه في نوع من الكونستراكترز بتدخل باراميترز بطريقه معينه. روحوا اقرا عنها. اوكي فاستعمل اكسبلسيت بتصير انه في قيمه ممكن تفلتها يعني هذا من ال من الكونستراكتر، اذا الكونستراكتر بياخذ كذا قيمه. اوكي هذا الامبلسيت كونستراكتر، اذا بتصير حط له الكونستراكتر انه هو اكسبلسيت بتصير مجبور تعبي كل حبه بحبتها. اوكي والا الكومبايلر ما بيعطيش اي قيمه افتراضيه للمتغير اللي انت عم تعبيه، شو بعرفني. اوكي فهاي بتفوتك بالحيطان كمان يعني، عرفت شو قصدي؟ انك اذا مش عارف انه في شيء مخبى بالظهر. اوكي مشان هيك انا بهرب دائما من الكواد اللي هي ما بتكونش واضحه. اوكي مشان هيك مثلا بعيدا عن سي بلس بلس، لما بتكتب بالاس كيو ال انت ما تحط سيلكت ستار وسيلكت ستار فروم تيبل، مهم ما تعملها بالكود، بدك تذكرهم اسماء الاعمده عشان مش ترجع كل شوي على برنامج ال برنامج قواعد بيانات حتى تعرف الجدول هذا ايش فيه اسماء. اوكي هو بدك تحذر لما تقرا الكود، بدك تقرا الكود زي بتقرا جريده، عرفت كيف؟ ممنوع التحذير يعني، ممنوع التخمين. طيب شوفوا جوشوا بلوش شو بقول. اوكي بلوتش او بلوك ما بعرف، او بلاخ ما بعرف كيف هاي اسمه هذا، ولكن بظن هو بقول انه بظن انه سي بلس بلس كانت يعني اقحموها ودفشوها ودفعوها كيف بدهم اكثر من حد الاقصى تبع ال تبع التعقيد يعني، شو اسمه يعني عقدوها اكثر من اللازم يعني. كانه كيف بدي اقول لكم، كانه مثلا انت والله سخان المي واصل ممنوع تعدي فوق هيك فوق درجة حرارة معينة ولا بينفجر معك السخان، فهن دفشوه حتى فجروا السخان، عرفت كيف؟ هيك بالطريقة. اوكي؟ وفي كثير، وعلى الرغم من هيك الناس لسه بتبرمج فيها. اوكي؟ وكثير ناس ببرمجوا فيها. بس انت اللي بتعمله انك انت بتجبر الناس انه يعني تاخذ مجموعة جزئية منها. اوكي؟ مش تستعملها كلها يعني. تمام؟ ذلك يعني بقول لك هو كمان جاشوا انه بالغالب يعني تقريبا كل مكتب برمجي او كل ورشه برمجيه بيروح عليها او كل محل بيروح عليه. اوكي وهو بيعرفه بيستعمل سي بلس بلس، بقول لك ايه احنا عم نستعمل سي بلس بلس بس احنا مش عم نعمل مثلا مالتيبل انهرتنس، مش عم يعمل التعدد الوراثي. اوكي مثلا كمان ما بيستعملوا مثلا واحنا كمان ما بنستعمل هيك بقولوا احنا كمان ما بنستعمل اوبريتور اوفرلودنج. اوبريتور اوفرلودنج يعني مثلا بتعرف اشاره الزائد تعمل شيء ثاني غير الجمع العادي، تمام؟ او اشاره الضرب تعرف شيء اشاره ثانيه، عرفت كيف؟ تخترع اشاره بتعرف بتعيد تعريف الاشارات يعني العمليات الحسابيه مثلا او بعض الرموز. اوكي يعني بدل مثلا كنت عم تجمع ارقام بتصير تجمع جمل، او مثلا بتصير تجمع اثنين اوبجكتس لحتى يطلعوا لك اوبجكت جديد، فهمتني كيف؟ مثل ما بصير بالكومبلكس نمبرز الاعداد الخياليه المركبه، تمام؟ وفي كمان بعض هيك شيء كمشة مزايا، اوكي؟ اللي انت مش حتقدر تستعملهم لانه الكود اللي حيطلع معك بالتالي حيكون كثير عالي بالتعقيد، اوكي؟ يعني تعيده حيكون كثير عالي هذا الكود الناتج معك وانت عم تبرمج. اوكي لذلك هو ما بيظن جوشوا انه لما انت انه هذا الشيء كثير منيح تفوت في اي قصص تعيدات لما تبلش تستعملها وتبلش فيها. اوكي وبالتالي حتصير تخسر انه قدره المبرمج على نقل البرامج بين انظمه تشغيل مختلفه او انظمه مختلفه على انواعها، مش تشغيل ولا مش تشغيل. اوكي
وهذا اللي هو بيساعد على انه البرنامج تبعك يكون يعني الناس قادرة تقرا لك اياه وتصلح لك اياه ساعة ما بدهم بكل سهولة، واللي هو قصة قدرة القراءة والكتابة، عفوا قدرة القراءة والتصليح، هذا شيء جيد اصلا. اوكي، اذا مش قادر تصلح الكود شو بدنا فيه؟ واذا كان كثير معقد على الفاضي شو بدنا فيه؟ تمام، وفي اشياء زينة. مثلا هل شوف دونالد نورث. اوكي، دونالد نورث قلنا هو تبع مين؟ هو تبع النوبل برايز. قال لك قبل ما تصير سي بلس بلس تدخل بالستاندردز، اوكي، لانه اللي عمل سي بلس بلس هو بيان ستراوسر او ستراوسر بدكم اياه. بيان كيف بقول، بعد فتره صار عشان يشهر السي بلس بلس دخلها بالستاندرد بالايزو وبالستاندرز وهالقصص المعايير الدوليه عشان تصير هي اللغه الرسميه تقريبا بعد السي. اوكي، تقريبا، مش انا تاخذوش على كلامي رسميا، عم حاول اقرب لكم اياها قديش هي مهمه، بس اوكي، على قديش الاشياء مهمه رسميا بس. اوكي، طيب فبقول لك اللي هو قال عن ادغار دايكاسترا. دايكاسترا هو الشخص اللي هو له كتير في عالم الكمبيوتر ساينس، اللي بدرسوا بالجامعة بيعرفوا شو نظرية دايكاسترا أو خوارزمية دايكاسترا، اللي هي بالآخر أحد واحد من الخوارزميتين، مش متأكد شو هن وحدة منهم، اللي هي بيكون في عندك بالراوتينج. أوكي، في عنا يا بتستعمل ريب بروتوكول اللي هو مثلا بعد نقطة 2 3 4 5 10 16 خلص، بعد منها بموت الاتصال، إنه ما عادش تلاقيه للشخص وين الطريق لحوه، هو بيلاقي اقصى الطريق عن طريق عدد الهوبس. اوكي، وفي كمان الطريقه الثانيه اللي هي مثلا اوبن شورتست باث الجوريثم، اللي هو مستعمله بالاو اس بي اف، هو نفسه او اس بي اف راوتنج بروتوكول. اوكي، هو اوبن شورتست باث فيرست، يعني اقصر طريق مفتوح هو اللي بناخده، يعني ما بكونش في عجق كثير عليه، فهذا الطريق اللي بنوصله على نوصل فيه على النت. تمام، فبالاخر انت عندك ال دايكاسترا هالقد كان مهم في الكمبيوتر. حتى بتذكر انا مره قريت مقاله له بيبعت فيها لعميد الجامعه انه لازم يتعلم الناس، بشوف من ايمتى من السبعينات بيحكي انه لازم الناس تبلش تتعلم هاسكل مش لغه ثانيه. اوكي، مش سي مثلا. طيب، فهو اللي قال عن شو اسمه دونالد نورث، قال عن دايكاسترا انه حتى تفكر او هيك تبلش تفكر بالسي بلس بلس، اوكي، بتخليه حرفيا مريض. اوكي، ف المشكله اللي عنده اياها دونالد نورث مع سي بلس بلس، اوكي، هو انها كثير معقده. تمام، وبهال وقت هذا عم نحكي بال 93 هو تقريبا. اوكي، هو من الصعب بالنسبه لي ان اكتب كود قابل للانتقال بين الانظمه المختلفه. او اللي هو بظن انه ممكن يخليها تشتغل بين انظمه مختلفه، عرفت كيف؟ لان طبعا بين كل بروسيسور والثاني وكل نظام تشغيل والثاني في عندك فروقات. اوكي، مشان هيك نحن مثلا بالسي بلس بلس بنكتب مش بس هاشتاج انكلود، لما بدك تصير تفرق معك والله البرنامج تبعك بتعمر على لينكس ولا بتعمر على ماك ولا بتعمر على ويندوز، بدك تصير تحط كمان هاشتاج اف ديف لينكس او اف ديف وين 32 او اف ديف ماك او اس، اوكي، عشان تعرف شو نظام التشغيل المستعمل حاليا. هذول الكومبايلر هو بيعرفهم. تمام، على هالاساس بصير يعمل لك برنامج. بس هلا كمان وبقول لك كمان الا اذا هو اختار انه يتفادى كل المزايا، يعني هو ممكن يكتب برنامج بالسي بلس بلس اذا تفادى كل المزايا هاي الفرنج برنج اللي طالع فيها السي بلس بلس. اوكي، بالنسبه له. اوكي، وباي لحظه بيجوا مصممين لغه سي بلس بلس بيكون عندهم فكرتين بيكونوا ميوتشال اكسكلوسيف، يعني كل وحده زي طابتين ما بيدخلوا ببعض، ما لهم علاقه ببعض، ما فيهم هذا. اوكي، اساس يحلوا مساله واحده. اوكي، شو بقول لك؟ خلص ماشي الحال، بنعمل الطريقتين.
فهمت شو؟ فبندخل طريقتين، فبتلاقي لذلك اللغة بتلاقيها خابصة كثير، شوفت خبيص كثير يعني، فهمت شو؟ هو هيك بشوفه بتلاقيها خابصة كثير بالنسبة له. هلا شوف، كان ثومبسون اللي هو كان زميل ستراوس ببيل لابس، اوكي، هو بقول انه هي حتما عندها السي بلس بلس، شو اسمه، نقاط جيدة، اوكي، لكن بالمدى يعني على كبير هيك، هي او على المدى البعيد هي لغة سيئة، اوكي. هي بتعمل كتير من الشغلات يعني نص منيح، اوكي، مش كل شيء نص. وهي مجرد هيك زي قومت زبالة من الأفكار، اوكي، يعني كيف قوم الزبالة اللي بتشوفه، اعتبروا انه الأفكار، بس مش الأفكار هي زبالة، بس من الكوم، من كتر الكوم، عرفت شو؟ هيك اللي هن كل هاي الأفكار ما لهاش علاقة ببعض، عرفت شو؟ بس تكوين أفكار هيك عمال على بطال، زي اللي راميهم سلسلة مهملات، عرفت كيف؟ وكل واحد بيعرفه، بغض النظر إذا كان هو عم بيحل مسألة شخصية أو بيعمل هيك زي لزبون على قد حاله أو للشغل الكبير بالمؤسسات، أوكي، بيختار جزء من السي بلس بلس، أوكي، وهاي المجموعات الجزئية اللي بيختارها بتكون مختلفة، ولذلك هي مش لغة جيدة حتى تنقل فيها خوارزمية، أوكي، حتى تنقلها من مكان لمكان، تمام؟ فإنك حتى بمعنى إنك حتى تقول أنا كتبتها، هيا تفضل خذها، أوكي، فحتى تقول هاي الكلمة إنه هاي كتبنا لك إياها، خلص خذها، أوكي، هاي شغلة كتير كبيرة على السي بلس بلس، أوكي، وكتير معقدة، أوكي، وهي بشكل واضح انبنت من خلال شو بسموه كوميتي، خلال لجنة، أوكي، نشوف شو هون قصده فيها هون. يعني المهم انه هي مش مبنية من خلال رؤية شخص واحد، رؤية اشخاص كثيرة، تمام. فستراوس بقول لك لسنوات وسنوات كان يعمل حملة تسويقية، بمعنى اوكي، كان يضل يعمل حملة دعائية، اوكي، بعيد عن كثير بعيد عن اي نوع من المساهمات التقنية اللي هي وهو عملها على عملها لأجل اللغة، اوكي، هو قدمها في اللغه، اوكي، عشان الناس تصير بس تستعملها وتصير يعني متبناه، تمام. وهو كمان نوعا ما ركض على كل لجان اللي هن الشركه المؤسسات اللي بتعمل نوع من الستاندردز لشغلتها، ستاندردز مثل ايزو، مثل اي تريبل اي، مثل هاي العالم، اوكي، مثل اي اي سي، فات مع هيدي العالم، اوكي، فهو ركض كثير بهذا هاي النقطة، اوكي. هلا بعرف شو معنى وذا ويب اند شير، هاي اللي كاتبينها تعبير، بس بظن انه حرق حاله مش مشان يفوت بقلب كل هذا، كل يعني لجان معايير الجودة، اوكي، والناس اللي بتحط معايير كرمال يصير عنده لغة هالقد شائعة وهالقد قوية، اوكي. وهو قال لا لولا حدا، اوكي، كل واحد قال له شي حطه، اوكي، فهو بقول لك هو حط كل ميزه باللغه اللي ممكن كان تنوجد، اوكي، وهي ما كانتش السي بلس اصلا مصمم بشكل نظيف، اوكي، يعني مش فيش ترتيب بالقصه، اوكي، كل ما يسمع كلمه يحط، كل ما يسمع كلمه يحطها، فهيك بتصير. شو هلا انا مش عم زيد من عندي حكي، انا كل ما اسمع الحكي، بس هيك تفهم من كان ثومسون انه كل ما ينزل حكي من حيالله من الجمعيات، من اللجان المعايير، اوكي، يجي بيضطر يحطها، عرفت كيف؟ عشان هو همه اللغه تصير مشهوره، فهيك صارت الشهره، اوكي، هو دفع ثمن الشهره للسي بلس بلس بهالطريقه، هيك احنا بنفهم منه يعني. وهي بقول لك بالاخر كان ثومسون هي عباره عن اتحاد من كل شيء اجى بالطريق، تمام. فهو يعني بهاي الناحيه بشكل يعني كيف بدي اقول لك، كيف منحدر قوي كتير، اوكي،
يعني بشكل هيك كتير مؤذي، كتير بشكل قوي، كتير أذت اللغة بشكل كتير درامي، تمام؟ من ناحية التصميم تاعها. أوكي؟ طيب نشوف بعدين مثلا. هلا زميل كين ثومسون كمان ببيل لابس اسمه براين كيرنيغان، تمام؟ هو كمان مثل حالاتنا كمبيوتر ساينتست بس كندي زي ما كاتبين عنه. كمان هو زي زميل باللابز، اوكي، بشكل باللابز، وكمان هو يعني جاي ضد التقييم هذا اللي حطه ثومسون. اوكي، بقول لك سي بلس بلس كانت كثير بشكل هائل مؤثره. اوكي، كثير من الناس بيقولوا انه السي بلس بلس هي كبيره كثير وكثير معقده ويادا يادا تخلها خلها خلها. اوكي، بس بالحقيقه هي لغه كثير قويه، ويعني لحد ما كثير من الشغلات النازله بالسي بلس بلس اوكي هي موجوده مش على الفاضي، في سبب. اوكي، وسبب كمان مقنع، مش انه على الفاضي هيك. اوكي، هي مش انه واحد عم بحط هيك اختراع بس اجى على باله بحطه. اوكي، مش اختراع عشوائي يعني. اوكي، هي يعني فعلا اوكي انه الناس عم بتحاول تحل مسائل بال يعني على ارض الواقع، مسائل حقيقيه عم بيواجهوها بحياتهم العامه، حياتهم العمليه كل يوم، تمام. هلا لاحظ انه معظم البرامج اللي احنا بناخذها بافتراضي هيك بدون ما احنا نسال، اوكي، وبدون ما نفكر، اغلبها مكتوبه بالسي. يعطيك مثال، ويب سيرفر اللي انت عم تتلقف منه الويب سايت، اوكي، هذا مكتوب بالسي، ما كتبش بلغات برمجه ثانيه. هلا ممكن بس اغلبها بالسي، يعني الاباتشي اللي هو 60% من الكوكب عندنا عم بيستعمل اباتشي. هذا شوف اخر احصاءات شو بقول لك، يعني اذا نزلت نزل نتفي بس ما نزلتش اكثر. ليش؟ لان الاباتشي اصلا مجاني وهو مكتوب بالسي، عرفت شو؟ وكمان نفسه ستراوسب اللي هو عامل لغه سي بلس بلس عنده تعليق على انه يعني مفردات ال سي بلس بلس اوكي هني اكثر نظافه اوكي ووضوح اوكي من ال كيف بدي اقول من القواعد النحويه تبعيتها. اوكي، بقول لك في داخل سي بلس بلس في شو اسمه يعني لغه حجمها اصغر اوكي بكثير، اوكي، وكمان نفس الوقت هي انظف بكثير، عم بتحاول بتجاهد بكل قوتها انها شو تبان بالعالم، تمام. طيب هلا كمان الانتقادات الاخرى على لغه سي بلس بلس انه في عندها شيء مسميه هون lack of reflection، يعني فكره الريفلكشن زي ما كاتبين عنها انه النقص وجود الانعكاس. شو يعني الانعكاس بالكمبيوتر ساينس بعلوم الكمبيوتر؟ عم بقول لك بالكمبيوتر ساينس الانعكاس او الريفلكشن الكلمه السوداء هون بقول لك هي القدره على شيء عمليه حتى تتفحص وشو اسمه هاي سيبك من انتروسبكت مش هالقد يعني، بس انه وتعدل وتصير كمان يعني تصير تعدل على البنيه تبعت هاي العمليه. اوكي، تتفحص وتعدل على البنيه تبعت العمليه. اوكي، مهمة كلمة انتستراكت، بس انا يعني عم حاول فشها لان انا صراحة ما عرفتهاش، بس ولا بكان عم طلع شو هي. اوكي، يعني انه تصير تشوف يعني الافكار تبعت شخص معين. اوكي، المهم انه بتقدرش تتفحص نفسها، اوكي، العمليه عنده بس سي بلس بلس اللي بتعملها ما بتقدر تفحص نفسها. هلا هاي وين بتفيدك؟ هاي بتفيدك بالاوبجكت اورينتد، مالهاش علاقه ابعد من هيك يعني، تمام؟ وما عندها قصه الجاربج كولكشن. شو الجاربج كولكشن للي ما بيعرفوا؟ اوكي، طبعا انا قلت بالاول الناس كنت تفهم برمجه، بس انه يعني بتوقع قد يكون في حدا حب يحضر. الجاربج كولكشن انك انت مثلا تحجز، هلا حتى الناس اللي هي مش دارسه سي بلس بلس يمكن دارسه لغه ثانيه، بس بالسي بلس بلس في عندنا مبدا ان الجاربج كولكشن مش موجوده،
مبدأ الجاربج كولكشن معناها جمع المهملات. شو جمع المهملات؟ انت مثلا افترض عندك الآلة الحاسبة تبعتك، بتجي لأن الآلة الحاسبة هي كمبيوتر مصغر بس شغلته يضرب ويجمع ويقسم، يعني عمليات حسابية فقط ما أبعد من هيك، ما عنده عمليات منطقية كثير. بس انت شو بتعمله مثلا؟ بعض المنطق بيكون بدماغك بس تستعين بالآلة الحاسبة، بدك تخزن رقم على جنب، وين بتخزنه؟ بتحط تستعمل اشاره الام بلس والام ماينس. الام بلس بتزيد على الخانه شو ما كان فيها، عندك خانه واحدة اصلا بالكالكوليتر للحاسبه، في اسمها عندك الام بلس والام ماينس، هي هاي الاثنينات الزرين هدول هن بتعاطوا مع خانه واحدة، اللي هي انك بتاخذ رقم بتزيده في الذاكره، بتعمل ام بلس بتزيده على شو موجود في الذاكره، والام ماينس بتنقص الرقم اللي حيجي بعدين تشيله من الذاكرة، هذا بضل الرقم شو محسوب على جنب، اوكي؟ وبعدين بتعمل عملياتك الحسابية الثانية، بتجيب الرقم هذاك بيكون مخزون، اوكي؟ وبتضمه على عمليتك الحسابية لاحقا. طيب، هلا أنت شو عملت هيك؟ أنت حجزت مطرحها في هاي الذاكرة. هلا أنت بالسي بلس بلس بتعمل هذا الشيء، بس ما عندكش إنه الطريقة أوتوماتيكية لما تحجز الذاكرة هاي تروح تنظفها. اوكي؟ بالجافا موجودة، بالبايثون موجودة، باللغات الثانية موجودة، باسكال لا. اوكي؟ كمان باسكال نفس الفكرة. فانت بتحجز هذا الرام، لازم بالاخر تفضيها للذاكره، لانه اذا انت ما فضيتهاش بالاله الحاسبه رح تضلك تستعمل الرام القديم، انت بدك تبلش على رام جديد حتى انك تحسب. فمشان هيك تكبس اول كلير، حتى بتحط ام سي مرات في ميموري كلير في ام سي لحالها يعني عشان تفضل الذاكره لحالها ما تمحيش كل شيء. اوكي؟ فانت لازم تكبس على الام سي على الميموري كلير انه تمحي الذاكره، والا بعد هذا الرام بضل موجود وصير انت بدك تدخل تخربط الحساب كله. فمشان هيك انت قلنا لك ما في عندك طريقه اوتوماتيك في السي بلس بلس ان تكبس من حالها اللغه على زر الام كلي ام سي. هلا احنا بنحكي احنا هون بالآلة الحاسبة عندك متغير واحد اللي هو خانه واحدة بالذاكره، بس انت عندك كمبيوتر هون يعني عندك رام بتحكي بالجيجا بايتس، عرفت شو؟ فعندك ما انت لما تكتب كثير متغيرات في الكود، اوكي، بدك تمحي كل واحد ما عدا البريمتيفز. البريمتيفز اللي هن الانتجر والتشار وهدول، اوكي، هول بتمحوا لحالهم. بس بال بس نحكي عن البوينترز اللي بتحجزهم بالدايناميك وبالنيو وهدول، لا هدول انت بدك تطيرهم لحالك من ايدك، بدك تحط له النل بس تقضيهم، بس تخلص من المتغير بدك تقول له انت نل خلص صفره، عرفت؟ كمان انه عندها كمان مشكله ثانيه، انه وقت التعمير تبعها لو بدي احول بالكود لبرنامج وطلع لك برنامج تشتغل عليه الوقت كثير بيطول، عرفت كيف؟ بعدين كمان وهذا الشيء قبل ما كمل في بعده انه قصه الطول هاي حتى لي ما يكونش انه عم بحكي كلام هيك، هاي بدك تجربها على كمبيوتر قديم، اوكي، راح تلاحظ انه قديش بده وقت لتعمر بس الهال وورد، اوكي، يمكن بس هي كنت بتطلعهم اسرع على فرق التعمير تبعها مثلا. اوكي، هلا وبعدين في عندك شيء يسمى الفيتشر كريب، اوكي، انه في نظرة انه كل ما صار التوسع على الفاضي هذا، تمام؟ الكريب يعني هيك هالقرف هذا بالمزايا، اوكي؟ لما اقول واحد هي سو كريبي مقرف كثير، كيف البنات هيك بتطلع بقول له هي سو كريبي هيدا، اوكي؟ فهيك وبعدين كمان كثر الاخطاء اللي هي يعني في حكي كثير اخطاء رسائل الخطا اللي فيها حكي كثير، واللي هي اصلا جاي من مثلا ما يسمى هون كاتبين تمبلت ميتا بروجرامينج. يعني اذا انت عامل برمجه بستعمل فيها ستاندرد تمبلت لايبرز، عامل تمبلتس، اوكي، بصير مثلا عندك الخطا في مطرح، لا بيرد بكمل بفوت بقلب هذا. بتلاحظوا انت بالسي بلس بلس اللي بيعرف سي وسي بلس بلس تلاقيه بتكمل، يعني مش انت دائما بقول لكم انا حتى تعرف وين غلطك بالسي بلس بلس، بس اول ما بطلع السطر اللي فيه الغلط الباقي انساه اتجاهله، ممكن تحل شوي منه لقدام، بس السطر اللي هو فيه الغلط هو اول ما بيطلع فيه الخطا، اول رساله خطا بتطلع لك هي اللي فيها يعني مطلع، يعني كيف بدي لك رساله الخطا اللي بتطلع بيكون حاط لك رقم السطر اللي فيه الغلط. هلا الغلط عاده بيكون يا بهالسطر يا بالسطر اللي قبله دغري، اوكي، شو اسمه، بس هو الكومبايلر بيروح بيطلع لك من سطور كثير على الفاضي ما له لازمه، اوكي، مش بدك فيها انت، بس عندك هون مشكله ليش بيطلع لك كل هذا، تمام؟ فهي كمان بيحكوا عليها بالقصة. طيب هلا احنا هيك كنا عملنا انتقادات وخلصناهم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسه.
كمان اتمنى على الجميع يبقى يتابعنا كل يوم سبت الساعه 8:30 على قناتنا على اليوتيوب بتوقيت بيروت. نحن بنعمل بث حي بهذيك الفتره. يبقى حط اذا كان عندك اي اسئله بتقدر تسالنا فيه، تسالنا اي سؤال بتعلق في البرمجه. كمان نحن طبعا بهذه الجلسه بنعمل شيء على التصوير الفلكي للي بحب. شو بعد؟ فتبقى تكبس زر السبسكرايب وزر تفعيل الجرس، اوكي؟ زر جرس التنبيهات مشان لما نبلش نحط احنا بث حي تبقى تتابعنا دغري، اوكي؟ ما نكونش عم نشغلك كثير معه. تمام؟ وانت بس احضر واسال اسئلتك اللي عندك اياها وخلص روح، هلا بدك مش مطول يعني تضلك طول معنا. تمام؟ والسلام.